جينا عند المطبخ فدايما نفتكر الاكلات اللي الواحد اول ما اكلها، طبعا مهما اكلها في اي حتة تانية غير لما بياكلها اول مرة. انت والدتك ايه اكتر اكلة بتطبخها مهما تدوقيها بره غير الطعم اللي ماما بتعمله؟ الملوخية والبامية. ملوخية والبامية. كلت ملوخية في اكتر من حتة بس غير اللي ماما بتعمله؟ غيرها. هي طعم تاني، القدحة برضو وريحتها وهي طالعه كده، غير ما بنجيبها جاهزه بنشوفها جاهزه، او انك انت تاكليها في مطعم او تاكليها عند حد غير اللي ماما بتعملها. مهما كلها بره هي طعمها في البيت احلى، اتعودت عليها من ماما. وانت ما بتعرفيش تعملي اكل منها؟ مش حاجات كتير يعني، ممكن اعمل بطاطس في الفرن مثلا، اعمل سكالوب باني مثلا، بس معلش لحمه يعني. على فكره انت دقتني النهارده. الله، اسكالوب بني ده مالك؟ ما انت بتطلب اسكالوب بني في التصوير. والله العظيم ما اعرف ايه اسكالوب بني ده. ايه؟ والله العظيم ما اعرفه. اسكالوب بي، اسكالوب بي اللي جاي. والله العظيم ايه اسكالوب بني؟ بفتيك يا سيدي. بفتيك بس بيبقى بني. وفي لما تقولي بفتيك على طول عشان واحد زي يعرف على طول فيها ايه؟ بني، ما هو بني، ما هو بفتيك بس بني. انا بحلف لك والله العظيم ما اعرفش اسم انت بتقول ايه. لحمه مشويه. ايوه هي دي. ايوه كده خليك. هما ايه بفتيك يعملوه بالبقسماط والبيض وبتاع اللي هو اسمه بنين ايه ده؟ بفتيك بالبقسماط. اسكالوب بانيه. حتى التجميل في الاكل. الله، بيجملوا في الاكل. بوفتيك. بوفتيك. هو في بوفتيك وفي اسكالوب بانيه. ايه اسكالوب بانيه بقى؟ لحمه بتبقى متقطعه شرايح كده، تحط عليها بقسماط وبيض وممكن شويه ايه. في ايه بقى؟ ما تقول لنا الناس وتفهميني ان ما الناس فاهمه. انت اللي عايز تتضرب. الناس كلها فاهمه. ايوه. سعد، انت ايه الاكله اللي كنت بتاكلها من ايد والدتك وما دقتهاش زيها في اي حته؟ الكوارع. بصاره. بصاره. بصاره شويه خبيزه. يا لهوي. ولا اي حد. بص انت كده الخبيزه دي. انا مش استنى بس. انا ماشي. انا ماشي. سامع. لا معلش سعد، انت في بيتي. معلش الخبيزه ما اعرفهاش. خبيزه زي السبانخ، عامله زي السبانخ. بس دي الورق بتاعها الورق اخضر كده، بيبقى مدور كده، بيبقى ورقتها مدوره كده، طعمها بيبقى لطيف جدا. بيعملوها مع ايه يا معلم؟ اصبر. مع الرز. بصي خبيزه بالرز. امال ايه جواها؟ شويه رز. انت ابن بلد. امال ايه يا عم؟ والله العظيم ابن بلد. اما انت فاكر ايه؟ البت دي مش بنت بلد. على فكره انت كدابه. الله، بتضحكوا على ايه؟ الله. بس يا جماعه، طب انت مش قلت لي هعمل لك اكل قبل كده ما عملتليش؟ ضحكت عليا. هعمل لك انا بعد اسكليب بلي ده. مش هعمل لك خلاص. والله خبيزه والبصاره. الاكله دي كانت زمان كمان ليه؟ كانت رخيصه جدا. رخيصه جدا عند الشعبيين، اللي هو ايه، مفيش لحمه ولا حاجه، الحاجات ديت قوم قوم وفي البيت موجوده، وفيها غذاء وفيها كل حاجه. كل حاجه. بشويه مرقه و100 100 يا معلم. ما كانش فيه بقى لا اسكالوب بنيه ولا مانيه. خلاص انا قلت الكلام ده خالص. والله لا، انا بنتكلم بجد والله. من كان زمان كنت من شويه بتتكلم على كفته الرز. الكفته دي عارف هقول لك حاجه، مش باي لحمه، ابداع. لحمه ايه والصلصه كمان بتاعتها. بصي كنا الكفته دي لوحدها، دي اكله لوحدها. الصلصه كمان دي اكله كمان لوحدها، من حلاوه الطعم بتاعها وجميل. كنت كل حاجه لوحدها. البصاره بقى كمان يعني، يمكن من الحاجات اللي لغايه النهارده لو طبق ده. بصاره. والبصاره برده عشان اللي مش عارفين، هو نوع من انواع الفول بس بيبقى مطبوخ مع خضره ويتفرم مع بعضه ويتعمل زي الرز بلبن كده. يبقى الطبق كده معمول وعليه فوق الوش شويه تقليه. شويه تقليه اللي هو بصل متقلي كده ومحطوط، ودي بقى اضربي منه مع بصل اخضر كمان، ده ليله سودة بقى يعني. والله العظيم منه. لا بس سيبك من اللي بيجي لنا بعديه، لكن بتخش ساعتها الدب يا معلم ما بتفكرش. طب سؤال اسالك. طب ايه اللي جنب البصاره؟ البصاره احنا كنا بصاره بس، عشان كنا يعني يومها بصاره. بصاره بقى يعني ما ينفعش نعمل كذا. مش بتنجان جنبيها مثلا؟ لا بتنجان. لو بتنجان، بتنجان المخلل. ايوه. انت قصدك انا. بتنجان مخلل ده. وفي فلفل وبتاع، ويكون قديم مش لسه معمول النهارده. مدقوق. الفلفل مدقوق معمول زي شطه كده، ويتحشي في البتنجان. واضربي بقى. اوعى. عيشي منا لو اسالك سؤال والنبي. طب اقول لك ايه تاني جنبيه؟ ايه يا ابن عم؟ ها، غير الجرجير والفجل ايه؟ كنا بنعمل فلفل بزيت محمرينه. ده كريم. كرات. ده اساسي ده. ازاي كرات؟ كرات مع فلفل. برضه خضره. ايه ده؟ ما انا عارفه خضره. من عارفه كرات. كرات. اخرك النهارده معايا. بتدلعوا. اخرك النهارده معايا. دي مهما تدوق البصاره في اي حته بقى تلاقي في فنادق يعملوها. عايز اسالك سؤال. لو منا كلت طبق بصاره من اللي احنا كنا بنعمله، يحصل لها ايه؟ ممكن ما تجيش. والله. ما تجيش تاني. مش يعني تاني يوم ممكن ما تصحيش يعني. ليه؟ مش هيحصل لك حاجه وحشه. امال هتنامي نوم يعني. البصاره دي من الحاجات اللي هي ايه يعني. تمام. طب اعملي بصاره. هنا الاثنين حاجه. طب اذا ما جبتش بصاره شوفي. احنا اهو دلوقتي اهو. اليوم اللي عايز تروح فيه المستشفى امتى وانا هنا الاثنين. انا هنا الاثنين حاجه. ده غريب قوي. انت تاكل البصاره يا بابا، يروح داخل على القولون، على البطين الايمن، على القلب، تروحي نايمه
ترى مش شايفه محمد عبد اللي عندنا. البصاره البصاره والخبيزه دي من الحاجات اللي كنت بتاكلها من والدتك وما دقت زيها في اي حته. طبعا. انت بقى قعدت لوحدك فتره ساعه؟ لا خالص. اتجوزت؟ لا. مراتك بتعمل لك اكلات معينه؟ لا مراتي مش عايز اقول لك بقى. استاذ الطبيخ والله. استاذ الطبيخ كده وكده يعني. لا ده على فكره انت تداري ها؟ لا انت بقول لك ايه، انا عارفه. لا والله مراتي بتعمل ايه، صنعت البطاطس بس اللي شاطره فيها، بعد كده فاشله في كل حاجه. لا الصراحه حلوه، الصراحه حلوه. بطاطس من ايه؟ باللحمه. باللحمه. انا بضرب البطاطس. وانت بتطبخي يا منى؟ بتعملي اكل ايه دلوقتي بقى؟ انا اتعلمت حاجه جديده بقى، بدات اعمل المحشي. والله العظيم بدات. تعالي ايه اعمل محشي. جماعه لازم الجمهور يبقى عارف ان منى يعني صديقتي والعيله عندهم. انا منى يا جماعه فاشله في الطبيخ. والله بدات. انا مش بطلنا عشان هتجوز. بدات في ايه؟ عملت محشي. قول لنا وصفه المحشي قدام الاستاذ اشرف. اهو طيب تعالى تعالى قاعد. اتفضل استاذ اشرف. المحشي هتعملي محشي ايه؟ لا البتنجان وكوسه وفلفل. سين سؤال، ما هو المحشي البتنجان يتكون من ايه وايه؟ هو ايه اللي محشي البتنجان بيتكون؟ ورينا يتكون من ايه. انت هتطبخي اعتبر ان احنا هناكل محشي دلوقتي. بيتكون من بتنجان. البتنجان هو بتنجان. جبنا البتنجان. جبنا البتنجان. ويتقور كده، تشيل الاول القمع ده. انت شيل القمع. ايوه البتاع ده. اتفضلوا القمع. أيوة ده. ايوه اللي فوق، اللي فوق دي. ده القمع ده اللي بنقور بيه. لا يا حبيبي احنا بنقول القمع اللي فوق دي الحاضره. شيلنا القمع. وبعدين اقطع الحته اللي فوق، وبعدين اقور البتنجان والكوسه والفلفل، اشيل القمعه دي وافضيها من الفلفله اللي جوه دي. تمام. ده عادي. تمام. خش على الكبير. الخلطه بقى. ايوه عايزه خلطه. رز. ايوه الله. رز وطماطم، واحط لحمه مفرومه. واحط زيت وشويه ملح مش كتير يعني على حسب. واحط كمان الخضره اللي هي البقدونس والكزبره والشبت. شكلها بتعرف. لا ده من ابله فضيله الكتاب ده، من ابله فضيله الكتاب ده. ابله فضيله ايه؟ وحفظاه. انا خطيبي اكله. الله اكله. ايوه عشان كده مش موجود. لا انت وحش قوي. الله والله طبخته كان حلو قوي. كويس ان المحشي كويس. انت ما بتطبخيش حاجه تاني؟ لا وبطاطس في الفرن والفراخ البانيه. بطاطس في الفرن وفراخ بانيه. فين الفرخه؟ ما كانت معدي ما بعرفش امسك الفراخ دي. انا ما